May 20 برو الحين باعوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تحدي ضخم لهواوي. أيضا حنتكلم عن الأوبو والصفعة اللي أخذوها من 3D Max، نتكلم على مسألة البيكسل، وصلنا خلاص الأمور تمام، 10R في الأسواق، وكمان أشياء جدا مهمة عن البيئة والمكان اللي احنا عايشين فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، ما زلت في سانتا مونيكا على أساس تجربة الفولفو S60 بكل موديلاتها أصدراتها، ونقدر نقول الفئات حقتها T66، وبرضو عندكم الفئة الخاصة. لما نتكلم على الأخبار في العلوم والتقنية، خلينا نبدأ أول خبر في العلوم، ونتكلم على الصحة والجسم حق الإنسان، ودراسة جديدة تجد أنه قلة التدريب، قلة الحركة قد تؤدي إلى ضرر يفوق ضرر التدخين على الناس بالذات مع العمر. تخيلوا يعني انت لما ما تقعد تتدرب، لما ما تقعد تسوي نشاط جدا كويس، انت قاعد تضر جسمك، قاعد تضر جسمك بشكل جدا كبير. دراسة اجريت على اكثر من 120 الف شخص، والدراسة تبدي حقيقة انه التدريبات مهمة للصحة العقلية وللجسم والاشياء الكثيرة. امشي لك نص ساعة حتكون شيء جدا ايجابي. ننتقل للمريخ، وظواهر تبين انه المريخ يمكن يكون فيه امكانية اكسجين O2 يكون موجود فيه نفس الاتموسفير في الغلاف الجوي. من كذا الخبر فيه تفاصيل جدا جميلة وكثيرة وعلمية حلوة، ولكن احد الاشياء صورة موجودة في نفس الخبر تبين لك نفس الحفرة اللي كان عمقها 2 انش اللي سواها نفس كيريوسيتي، اللي هو الروبوت الكيريوسيتي اللي ارسلته ناسا على هناك. كيريوسيتي يعني فضول، فليترلي راح هناك وسوى اخذ العينة من نفس سطح المريخ. العينة هذه كانت عمق الحفرة حوالي 2 انش، وكان عرضها حوالي 0.6 انش، يعني 2 سنتي وشوي، لا اقل 2 سنتي وشوي. المهم انه النتائج والمعلومات اللي قدروا يجيبوها من سطح المريخ تثبت انه نعم يمكن يكون في قدرة لوجود الاكسجين، والاكسجين يكون كافي ومؤهل انه الناس تقدر تتنفس. تخيل يجي يوم من الايام واحنا في المريخ نطلع حلقات، واحنا هنا نطلع حلقات، وفي كل مكان نطلع حلقات، في المريخ نستنى ونشوف. سبحان رب العالمين، يظل وما اوتيتم من العلم الا قليلا. رايح البحر. ننتقل لاستفتاء سألتكم الحلقة الماضية، هل تتفق معي أن القضاء على الأخبار الكاذبة جدا صعب؟ اتفقتوا معي أنه جدا صعب أنك تقضي على الأخبار الكاذبة. فإذا إذا أنت تبغى تقضي على الأخبار الكاذبة حيكون شيء صعب. إذا تبغى توعي الناس أنه هذه أخبار كاذبة ويتحققوا من الخبر قبل ما يقعدوا يمشوا في نتائج الخبر أو محتواه، هذا الشيء علينا إحنا. كل واحد قاعد يشوف هذا الفيديو، كل واحد له في التقنية، له بس حتى لو مالك في التقنية فقط عندك شوية منطق، إذا عليك أنه توعي اللي حولك، توعيهم بشكل جدا كبير أنه علينا أن نشوف الأخبار، نقتصي الأخبار ونعرف الخبر الصحيح من الخبر الكاذب قبل ما نشير، قبل ما نحط لايك، قبل ما ننشر هذا الخبر. فهذه المهمة علينا إحنا. ننتقل الحين لفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولما نتكلم على الباص اللي هو الباص حق الركاب اللي المفروض يكون أتونومس، في باص مدرسة سووه ينقل 12 طالب. هذا الباص هو مشروع لتوجه لباصات تلقائية القيادة. الباص هذا صار له فترة قاعد يشتغل، هو مشروع تطوير باص واحد قاعد يضبط الأمور. تم إلغاء هذا المشروع، إيقافه وإلغائه من نفس الحكومة أو نقدر نقول الجهة المخصصة للنقل في فلوريدا. السبب قالوا انه مسألة فاندينج، مسألة دعم، بالإضافة الى ما يبغوا يتسرعوا في وضع الأطفال في مخاطر السيارات تلقائية القيادة. هذا التخصص او نقدر نقول هذه الفكرة حقتهم، لكن يظل سيارات تلقائية القيادة هي مستقبل، هي شيء جدا كبير. ما تتصوروا كمية الخوف اللي فيها قطاع السيارات. شايفين انا اروح اشوف تقنيات السيارات كمان حول العالم، فشركات السيارات واضح جدا انه هم متخوفين من السيارات الكهربائية ان هي اللي بتكون المستقبل بشكل كامل. علشان كذا كل شركة قاعدة تعلن متى حتطلع سيارة كهربائية. شفنا اودي طلعت الايترون، شفنا الاي بيس طلعتها جاكوار، شفنا ايضا فولفو تقول 2020 حيكون عندي سيارة. شفنا شركات كثيرة قاعدة تطلع سيارات كهربائية. طبعا من ناحية المملكة العربية السعودية ووصول السيارات الكهربائية اكيد هو مجدول لمنتصف، باذن الله منتصف الربع الثاني، الربع الثالث، او بلا صح الربع الثالث والربع الرابع من عام 2019. كل ربع سنة 3 اشهر، اوكي بس تذكر. فهذه السيارات حتبدأ تيجي عندنا، البنية التحتية اوريدي بدأ هذا العمل فيه بشكل جدا جدي، حيصير عندنا امكانية سيارات كهربائية. يبغالك تكون حكيم في الموضوع. السيارة تمشيك 300 كيلو، مشاويرك اليومية اللي هي فوق 300 كيلو يمكن ما يكون الخيار الجيد لك حاليا السيارات الكهربائية، ولكن اكبر فئة من الناس عندهم انه اقل من 300 كيلو في اليوم، اذا يمكن يكون خيار جدا ممتاز وصحي ويوفر لك كثير
من الأعباء المالية وتوفر البيئة وتضبط أمورك. فليش لا؟ خلينا هذا بس نفتح عقولنا على هذا الموضوع. مراجعة ساعة أبل على القناة الساعة 8:10، ولكن هنا شوفوا اللي قاعدين يسوي رياضة ركوب الأمواج سيرفينج. منظر جدا جميل. طبعا الشمس المفروض أنها تشرق 7 هنا في سانتا مونيكا، ولكن مع الغيوم والضباب فلسه ما بانت الشمس بشكل كامل، وعشان كذا قاعد أخذ راحتي في التصوير الحين قبل ما تجي الشمس. المرة الماضية يا جماعة تعبت في الشمس. في مبادرة مستقبل الاستثمارات في المملكة العربية السعودية صارت اتفاقيات كثيرة على كثير من القطاعات. تكلمنا عن البيئة، تكلمنا عن التقنية، تكلمنا عن النفط، تكلمنا عن الصناعات، أشياء كثيرة صارت في هذه المبادرة. منها لو لاحظتوا شركة لوسيد. لوسيد هي شركة لإنتاج سيارات كهربائية، يقولوا إنه هذه السيارة هي اللي حتكون القاتلة لنفس تسلا والتطور اللي قاعد يصير في تسلا. طبعاً من باب المنافسة مو قاتلة، لا منافسين هاي. فايضا لوسيد طلعوا في الكونسبت هذا. السياره هذه في كانت ديترويت موتور شو في عام 2016، كان نفس السياره عرضت لاول مره، كان عليها تزخم وتجمع مو طبيعي اعلاميا، وفعليا كانت احد الاشياء اللي الناس تتشوق لها النظر لها. احد الاشياء اللي قاعده الاحظها مع صانعين السيارات مع السفرات، ارجع لموضوع صانعين السيارات، انه كثير منهم يبدي الفرق بينهم كشركات. مثلا انا شركه جاكور، فرق بيني انا جاكور وبين تسلا اللي هو الخبرة. تسلا متسرعة، تأخذ أحكام، تأخذ أمور، تأخذ أشياء وتصنع وتصنع وتعطي وعود. أما شركات حقت السيارات يأخذ وقت أطول في صناعة السيارة، تصميمها، دراستها، جدواها والأشياء هذه كلها. فهنا فارق كبير بين الصناعة التقليدية والشركات التقليدية اللي تصنع سيارات والشركات الجديدة المعاصرة زي تسلا ولوسيد اللي قاعدين ينتجوا سيارات. الاستثمار حق لوسيد جدا جميل، نتكلم على مليار دولار، نتكلم على أشياء جدا قوية، وننتظر ونشوف. على سيرة تسلا، طبعا صارت في سرقة في المملكة المتحدة في اليو كي. السرقة حقت السيارة نفسها حقت تسلا صارت بانه جو اثنين حرامية ومعاهم جاء معاهم تابلت وجاء معاهم جوال، سووا انترفيرنس ومقاطعة على نفس السيجنال اللي شارع تطلع من السيارة لنفس المفتاح الذكي حق السيارة، وسووا نفسهم انه هو هذا المفتاح الذكي معاهم في الجوال، فتحوا السيارة ساقوها ومشوا بدون اي تدخل ميكانيكي. ما قطعوا السلك، ما شالوا السلك، ما سووا حاجة. الموضوع تقنية في تقنية يا جماعة، قدروا يسرقوا السيارة. صدمني نوعا ما الرد حق شركة تسلا لما قالت شركة تسلا انه قاعدين نحقق، ولكن ترى الموضوع انه احنا مطلعين تحديث التوثيق بخطوتين، وانك لما تطلب تركب السيارة تحط الرقم اللي انت ما يعرفه ولا غيرك، وهذا التحديث المفروض انه صاحب السيارة سواه. بالاضافة الى احنا يا شركة تسلا طلبنا من الناس ابطال تفعيل التشغيل التلقائي عن بعد. معليش يا تسلا، ولكن انت قاعدين تتكلموا على قطاع سيارات، في سيارات ذكية انتوا تخترعوها وتحطوا مواصفات لها، ويجي المؤتمر تقولوا ان المواصفات كذا وتشغيل عن بعد وتضبط لك امورك فانت تيجي بعدين تقول احنا نصحنا تبطل تشغيل عن بعد. ما هذه ميزة في السيارة، كيف تقول للناس بطلوا مزايا السيارة اذا كانت ميزة ثانوية انتوا ما قعدتوا تتفاخروا فيها؟ معكم حق. اما لا، ميزه اساسيه وتقولون لا بطلوها، معليش هذه مو حلوه. وانتوا ايش رايكم يا جماعه؟ بالاستفتاء اللي موجود في الحلقه نروح ايضا لإيلون ماسك. وإيلون ماسك اعلن في تغريده شيء جميل وايجابي جدا. خلاص تسلا ما حيقدر يتكلم على الاشياء حقتها والاستثمارات حقتها بعد النكبه اللي صارت معنا. لما نتكلم على البورينج كومباني، الشركه الحافره او الشركه الممله، الشركه الحافره، يقولوا انه في ديسمبر حيكون التشغيل الفعلي لاحد الانفاق اللي موجوده في لوس انجلوس. باذن الله بجي وبجرب هذه او بخوض التجربه نفسها حقت نفس النفق، حيكون شيء ايجابي وشيء رائع جدا انه نشوف فعليا كيف الانفاق حقت السيارات، السياره تنزل وتنطلق بسرعه جدا كبيره، يصير نقل السياره وليس سياره تنقل نفسها في نفق. حنشوف التجربه وتحدي جدا كبير لواقعيه المشروع. كل الصوت راح واقعية المشروع، ونشوف المشروع هل هو ناجح ولا لا. ننتظر ونشوف مع تسلا وإيلون ماسك والأشياء الكثيرة حقته. نروح لخبر الاستقالة حقت الشريك المؤسس لأوكولوس اللي هو موظف الحين في فيسبوك، واستقال من فيسبوك. ففكرة انه بعد عن الشركة طلع من الشركة هتكون صدمة ويكون عائق جدا كبير قدام شركة فيسبوك ونظام او واقعهم في الفي ار والمستقبل اللي قاعدين يبحثوا عليه في الفي ار. طبعا الشركة حقت فيسبوك طلعوا لنا الاوكولوس في كويست بيجي الجو طلعوه، وفي اكثر من اوكولوس عندهم. فالفكرة انه لما يجي شريك المؤسس حقت الشركة اللي انت استحوذت عليها كفيسبوك من فترة يجي يطلع من الشركة، نعرف انه في اشياء غريبة قاعدة تصير. لاحظتوا صارت مع انستغرام، لاحظت قبلها واتساب، فكثير من الناس قاعدين يطلعوا من فيسبوك. هل فيسبوك قاعدة تصير امبراطورية ضخمة
وهذه الامبراطورية قاعدة تتحكم فيها رجل واحد، تتكلم على مارك زوكربيرغ ولا لا؟ عندكم استفتاء. أم أنه نفس فيسبوك مجرد أن الناس ملوا أصحاب هذه المشاريع ويبحثوا عن تحدي جديد، أو عندهم فلوس، كل واحد عنده مليار مليارين، يبحث عن وناسة، بسط، شيء عادي اجتماعي، ما يبغى يجي المكتب كل يوم وطلعوا بس. إيش رأيكم؟ أي الاثنين هذول؟ ولما نتكلم عن الحلقة الماضية سألناكم أنه هل تتوقع أنه أمازون تقدر تتفوق في مجال الإعلانات والدعايات على جوجل؟ عجبني ردكم بشكل جدا ممتاز، لأنه كثير منكم قال ما حيقدروا يتغلبوا، يعني حيقدروا ينافسوا بس ما حيقدروا يتغلبوا عليهم، وهذا كانت الفئة الأكبر من ناحية الجواب، شيء جدا جميل. خلينا ننتقل على شوية جوالات ونتكلم شوية جوالات والأشياء الكثيرة اللي جايتنا بإذن الله في قطاع الجوالات. نروح للأونر ماجيك 2 وتسريب كامل المواصفات أو الخصائص حقت الشكل وكل شيء في فيديوهات على اليوتيوب على نفس الماجيك 2. الماجيك المفروض يطلع بعد أسبوع، لكن جاء الفيديوهات هذه نزلوها وبينت الشاشة نفسها السلايدنج اللي هي تنسحب ذي الشاشة والحركة الرائقة اللي موجودة فيها. واضح انه توجه من اوبو، واضح انه توجه منهم من شاومي انهم يطلعوا الكونسبت والمبدا هذا حق نفس الشاشات اللي تفتح كذا زي زمان. تتذكروا جوالات نوكيا؟ نفس الشيء. والظاهر يبغانا نسوي مراجعه جديده لجوالات نوكيا، فاعطوني خبر اذا ودكم اي جوال سلايدنج من نوكيا ودكم نسوي عليه فيديو. نروح الحين لنفس هواوي والصدمه اللي على هواوي الحين موجوده لما نتكلم على عدم توفر جوالات المي 20 والمي 20 برو رسميا في الولايات المتحده الامريكيه. هذه صدمه جدا كبيره لهم، شيء جدا صعب عليهم، ولكن في له اكثر من مبدا. المبدا الاساسي اللي اراه من منظوري الشخصي تخوف نفس الاقتصاد الامريكي من شركه هواوي انها حتقدر تيجي وتكتسح مجال الجوالات وتاخذ حصه سوقيه اولى فيها شركات زي كوريا متعاونه مع الشركه الامريكيه ابل، وشركات امريكيه زي ابل انها هي تصير تبيع. ليش تجي اونر وتعطينا الخدمات حقتهم؟ عندهم فلوس بالهبل، قاعدين يشتروا شركات الصينيين بالهبل، شركات عالميه، ويبغوا يودوا منتجاتهم في كل مكان، وما بالكم لما يتيح لهم السوق الامريكي. فهنا نتوقع مخاوف الاقتصاد الامريكي حيكون انهم يبغوا يبعدوا هواوي عن الصوره، بالإضافة إلى أنه نفس هواوي الحين عندهم تحدي أكبر أنهم يثبتوا مبيعات أضخم وأكبر بدون أمريكا، بدون 360 مليون نسمة كسوق، يبغى لهم يركزوا على باقي العالم. فننتظر ونشوف هواوي إيش حتسوي في هذا الموضوع. شوية صوت موج أبشر. ننتقل الحين لشركة أوبو والصفعة اللي أخذوها من 3D Mark. 3D Mark أزالت جوالين الأوبو X والأوبو F7 من نفس القائمة حقة الجوالات والبنشمارك تيستينج، الاختبارات حقة البنشمارك. نفس القصة اللي سمعناها من نفس هواوي والP20. فالفكرة أنه أوبو وضعوا سوفتوير على الجهاز يعطي التربو بوست، يستغل المعالج بشكل كبير ويعطيك أداء جدا عالي. هذا الأداء ينعكس على القراءات اللي تعطيك إياها 3D Mark، وهذا الشيء اللي 3D Mark ضد سياستهم فشالوها. لو تلاحظوا يا جماعة في الإكسو مارك وفي أيضا الثري دي مارك في أكثر من معيار لقياس نفس كفاءة الجوالات والبنشماركات. كثير من الناس كانت عندهم الهايب الأساسي يقولوا إيش 3D Mark، منهم إحنا في بعض الجوالات، ولكن ايضا هذا الهايب راح، لان وصلنا الحين لفتره نضوج، او نقدر نقول وضع نجود نضوج عالي في الجوالات. كثير من الجوالات فيها خصائص عاليه وكويسه، فما صارت المنافسه الا على الاشياء الصغيره والاشياء اللي فيها تقنيات اضافيه وامكانيات للمستخدم اكثر. هنا نجي انه برامج البنشمارك واقعيتها قاعده تقل بشكل جدا جذري وكبير. كم واحد يسالك البي سي هذا وش البنشمارك حقه حاليا؟ نفس الدائرة قاعدة تدور الحين على الجوالات. ونروح الحين لسامسونج. لو تكلمنا عن سامسونج، نفسهم أثبتوا التقنيات حقت البصمة تحت الشاشة، حساس تحت الشاشة، وإمكانيات أخرى. وهذه التقنيات يمكن ما تجينا في 2020 زي الحلقة الماضية ما ذكرت، ولكن يمكن في 2019 تجي نفس هذه التقنيات ونشوف جوالات فيها بصمة في الشاشة، في كاميرا تحت الشاشة، واجهة أكبر كشاشة، إمكانيات إضافية وجميلة. فنستنى يمكن 2019 فعليا تكون هي السنة القوية اللي حيطلع منها تقنيات جدا كثيرة بإذن الله. إطلاق الرسمي لجوال الآيفون 10R بيكون في 26 أكتوبر من الدول هي المملكة العربية السعودية. سوينا لكم فيديو 9 أسباب يمكن تقنعك في شراء الآيفون 10R الـ XR.
فالآيفون هذا الجديد موجود بخصائص وإمكانيات، ولكن في بعض الخصائص توهم بعض الناس أو بعض الناس ما ركزوا عليها، وضحت لكم إياها في فيديو 9 أسباب موجود رابطه في الوصف. وأكيد لما نتكلم على البيع حكون معاكم في بث مباشر، مو بث مباشر، وين تابعوني على تويتر، بكون في أحد الأماكن في مدينة الرياض، وأكيد حكون مع إطلاق الآيفون الجديد الآيفون 10R. جوال جديد، يعني 3 جوالات من أبل، موضوع كويس. كل سنة 3 جوالات 4 جوالات من أبل ما أقول لا. ليش؟ لأنه في منافسة بين الشركات، هذا الشيء دائما صحي لنا إحنا المستخدمين. وخلينا نقول آخر خبر، ولما نتكلم على جوالات الإكسنس وسناب دراجون حقة الإس 10 القادم في عام 2019 بإذن الله. يمكن الجوالات هذه ما تكون متشابهة، ويكون الخصائص اللي موجودة في الإكسنس المعالج اللي تصنعه سامسونج تكون هذه الخصائص أكثر بكثير، أو في اختلاف واضح بينها وبين الخصائص اللي موجودة في نفس النسخة حقة الكوالكوم. هذا الشيء ليش يمكن يصير؟ لأنه كوالكوم لها الخطط التطويرية ولها سامسونج خطط تطويرية أخرى. فهنا نتكلم كل شركتين ينافسون بعض. دائما تعودنا يكون في نسخة الكوالكوم اللي موجودة لأمريكا ونسخة الإكسنس للوطن العربي. فهذه السنة يمكن النسخ يكون فيها فرق واضح وجذري، ننتظر ونشوف. المهم انه الجوال نفسه حق السامسونج جالكسي اس 10 والاس 10 بلس والاختلافات اللي حتكون بشاشات مختلفه وامكانيات مختلفه حيكون شيء ايجابي لشركه سامسونج. هم بيدخلوا بمنافسه جدا عاليه السنه الجايه، لانه هذه السنه كانت كويسه ولكن ما هي برائعه بالنسبه لسامسونج. فننتظر ونشوف. راجع لكم الرياض باذن الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لايك سبسكرايب الاشياء هذه كلها، واشوفكم ان شاء الله على كل خير.